في تصريحات لأون لايف أكد محافظ الإسماعيلية أن معظم المصابين جراء الحادث الإرهابي تماثلوا للشفاء، مشيرا إلى أن المحافظة بجميع خدماتها الطبية وأجهزتها التنفيذية في خدمة المصابين. هو يمكن أبرز ملامح الموضوع أن الحمد لله الحالات بتتحسن والحالات رايحة صحيا، وطبقا للتقارير اللي بتوصل لي من السادة المسؤولين هنا أنها رايحة في اتجاه الأفضل. احنا يمكن في الإسماعيلية عندنا حوالي 53 حالة مصاب، ويمكن دول الأكثر عددا في أي مكان تاني، كلهم الحمد لله. وإن كان في تدرج في الحالات، فيهم حالات عناية مركزة، فيهم حالات عناية مركزة فائقة، وفيهم حالات تحت الملاحظة فقط، لكن في الآخر كل ما هو مطلوب من أمور طبية وأمور خاصة بالشؤون الصحية بالنسبة لهم تم تأديتها بشكل كامل داخل مستشفيات الإسماعيلية.